إن أجيال الرياضة تتسلم الراية الرياضية من جيل إلى جيل، فجيل طوكيو يسلم الجيل الجديد شبابنا أولمبياد طوكيو الراية. نقوم بتنفيذ برنامج يسمى Sports for Tomorrow، الرياضة من أجل الغد. من خلال هذا البرنامج نريد أن نشوف أن تقدم العلاقة في مجال الرياضة. كنت أحلم في يوم من الأيام أن أنا أسلم على واحد فيهم، مش أن أنا اللي بقعد على المنصة. وأنا من سكان منطقة المهندسين، وكنت في الستينات بروح اقف قدام باب نادي الترسانة عشان بس اشوف كابتن حسن الشاذلي وكابتن مصطفى رياض وهم داخلين النادي وهم خارجين، واقف على الرصيف ويقولوا لي فاضل لسه ساعة ونص وساعتين على التمرين، وافضل واقف على الباب بره مستني لغاية بس ييجوا يدخلوا التمرين. '64 هي أول دورة يحصل فيها الجودو يبقى لعبة أساسية في الألعاب الأولمبية، كان 64، وكانت بالنسبة لنا كانت حاجة كبيرة جدا إن الجودو يبقى في 64 هو اللعبة اللي يعني تعتبر اللعبة الجديدة يعني. وبعد كده بقى الجودو ليه مكانة عالية جدا، والحمد لله قدرت إن أنا أحصل على الميدالية الأولمبية لمصر، ميدالية فضية في أولمبياد 84. عايزين نقول ان كل اللعيبة الاولمبيين بصفة عامة يبقى لهم كارنيهات يخشوا ماتشات بصفة عامة، يخشوا المسارح، يخشوا السينمات بكارنيهات بصفة مستمرة، وده بيبقى تقدير لهم، ومش هيكلف الدولة حاجة ومش هيكلف اي حد اي حاجة، غير ان الناس دي تحس انها مقدرة فيما ادته من مجهود وتعب. احتفال مهم نعمله لأجيالنا القادمة كمان مش السابقة بس. في 64 نقول ان مصر كانت مشاركة في أولمبياد 64 بفرق مختلفة، زي ما قال المستشار خالد زين دلوقتي كان عندها فرقة في المصارعة وفي رفع الأثقال، وفريق كرة القدم حصل على المركز الرابع في أولمبياد 64، ده دليل ان احنا يعني كان عندنا منتخب قوي. كنتش متصور ان الجماعة ان اليابان بتنكش الماضي وتفتكر الناس القدامى بتاع طوكيو، ودي كانت لفتة كريمة جدا منهم انهم يكرمونا. بنشكر اللجنة الأولمبية على هذا التكريم، وبنشكر برضو السفارة اليابانية على هذا التكريم، وكان بودنا كلنا ان نكرم الفريق ككل، ولكن في اخواننا رحلوا عنا فكان لابد التكريم يكون وهم موجودين. والله حاجه جميله انه بيكرموا الناس قبل ما تموت، يعني ظاهره كويسه. وبعدين لعبت دوره روما 60 ودوره طوكيو 64، يعني لعبت روما 60 و64. دي لمسه طيبه بالنسبه لنا، ناس يعني الزمن من 50 سنه فاتت وجايين يكرمونا النهارده فدي حاجة يعني بتضيف لنا لدمنا، يعني ضخ دم جديد في عروقنا. طبعا شعوري من التكريم ده شيء عظيم جدا، خصوصا ان فات 50 سنة على 64 لغاية النهاردة. اولا انا سعيد جدا وكنت مبسوط، انا كنت جاي خايف ومتخوف ان انا اجي النهاردة، لكن انا سعيد ان انا شفت ناس انا كنت بسمع عنها بس، لكن شفتها وشفت ازاي هم كانوا فرحانين ومبسوطين بالتكريم بتاعهم. لا، وانا ذكرياتي مختلفة جدا عن اللي راحوا، لان انا ما روحتش الدورة، انا قلشوني بالليل قبل السفر، انا وكابتن طارق سليم وفتحي بيومي وسادي الطباخ، وخدوا 4 لعيبة بدلنا وراحوا واشتغلوا ولعبوا وربنا وفقهم. كان رد فعلي طبعا مختلف تماما، ان انا اتمرنت احسن، شديت حيلي، اتجدعنت، وسنة 75 65 سوري ك
خدت احسن لاعب في مصر، وده كان اول مره يطلع هذا اللقب من الاهلي والزمالك. خدت هداف الدوري 24 جول، خدت هداف الكاس 10 اهداف، وجبنا الكاس لنادي الترسانه. فده كان تعويض ليا عن انهم قلشوني من دوري طوكيو. انا سافرت طوكيو لمده يوم ونص، رحله كانت شاقه، لكن مقابله شعب اليابان والحفاوه والكرم الياباني انا يعني كل التعب ده راح مجرد ان انا التقيت باصدقائنا وزملائنا في الحركه الاولمبيه على مستوى العالم، وايضا على المستوى الحكومي دوله الرئيس كان موجود. يسعدني جدا وانا احضر الاحتفال اليوم في هذه المناسبه، ونحن دائما نقدم شكري وتقديري لل وتعاون ودي مع لجنة أولمبية مصرية وفازت واليابان وبتنظيم الأولمبياد في 2020. اللعيبة اللي كانت موجودة جوه ديت في منها ناس أنا وقفت بلعب قدامهم سواء في الرماية يعني خاصة على الرماية يعني وأنا في الخماسي. سعيدة أكتر إن إحنا النهاردة كلجنة لاعبين تم تكريمنا. بعد مرور 50 عاما وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، قامت السفارة اليابانية بتكريم أبطال مصر الأولمبيين الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو 64 في لمسة وفاء وتقدير من الدولة اليابانية. من مقر اللجنة الأولمبية المصرية أسامة أمام، لبرنامج الملعب.